علي مدامة وتلوب ما علي مدامة ولامون ما علي مدامة وتلومون ما علي مدامة يا خالك العنبري يا جبينك الاسمري ودمك السكري حشوي لك الجمبري يا اخي الله يلا سلام. يا احمد انا عايز اعرف الاله دي ايه بتاعت الرجل الفارس الجميل اللي بمبتسم ده. دي اسمها ايه؟ وريهاني كده من فضلك. ده الرق. ها ايوه دي ليها فن مش كده؟ طبعا. دي آلة مزيكا. انما بالنسبه للمظهر والطبله آلة ايقاع. انما دي آلة مزيكا وليها نوته الله. يعني انا ما اقدرش اقول ان دي طبله. لا ما اقدرش. والسيده ام كلثوم كانت بتشغل رق بس. ده يعتبر رق. هل حضرتك احيانا في الغنى بتعمل كده ولا لازم لا تبقى الايقاع؟ لا حضرتك لما بيجي يغني بكتم الصوت لما فيه في الـ في الـ في اللازمه. لازم ابين الشخصيه. وانت بتكتم النحاز ازاي؟ بكتمه بايديا الاثنين من تحت كده. ايوه بكتمه كده. وكل صابع له استخدام معين. عشان كده. لكن هو المفروض انك انت انا شايفك ماسكه بايديك الاثنين. ما هو كل صابع له حاجه. ما لازم يعني امسكه بايديا من هنا. اعفقه من هنا. وريني اهو كده اهو. كده. اهو مفيش صوت نحاس خالص اهو. جميل. ايه الغنوه اللي كان بيحبها عبد الحليم حافظ منك؟ فاكرها؟ اللي هي ايه؟ اللي هي كركشين. لا 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 كركشانجي دبح كبش ما احنا ما نزحم كبشو كركشانجي دبح كبش يا ما احنا ما نزحم كبشو عكشو خركش نكشو طرش قلشو ما تقليش وسبع سلاطين السلطنات من عندي المس سلطن تقدر يا مسلطن يا مس سلطن سلطان سبع سلاطين زي مس سلطان ناص من عندي المس سلطانين كركا جانجي دب ما احلى مريه عكشو فرشي نكشو طنش قلشو ما تقليش سبع دبابيس استدبسنا من عند المس دبس تقدر يا مدبس يا مس دبس استدبسنا سبع دبابيس زي مس دبسنا من عند المس دبسنا كركشانجي دبح كبشو يا ما احلى ما نفتح بكبشو كركشانجي دبح كبشو يا ما احلى ما نفتح بكبشو عكشو فرشي نكشو طنش قلشو ما تقليش الله برافو. عايز اسالك مين المطرب الشعبي الصح؟ الصح؟ يعني تقول ده فلان ده مطرب شعبي صح مين؟ انا بسالك انت. لا محمد رشدي. محمد رشدي بالذات. ليه؟ هل عشان الموال؟ غير الموال. بيحكي قصة على الناس حلوة. زي ايه؟ سمعنا يعني فهمني ليه محمد رشدي بالنسبة لك حلو. يا حسن يا مغنى وقتي يا مغنى وقتي يا نجم بكنياتي يا دلال يا حسن يا مغنى وقتي يا مغنى وقتي يا نجم
بك النياتي تيلا لا انا جرح جرحك وغاوي وزاد حبي غناوي وانا كل ما قول التوب يا ابو ياسر من المجادين نعيني ترقيش من المجادين ونعيه مجبول بحبه يا ابويا وابوه يقول فجير اه انوار يا مغنى وادي ألم ألم لا 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 ألم دي لا 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 كمان ايه لا 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 قالوا الجدع ده بتاع ليالي ومواويل كل اللي حلته موالين يا عيناني قالوا الجدع ده بتاع ليالي ومواويل كل اللي حلته موالين يا عيني يا ليل قالوا النعيمة انسي حسن يا نعيمة خد ابن عمك طول وعرض وقيمة قالوا النعيمة انسي حسن يا نعيمة خد ابن عمك طول وعرض وقيمة اه يا انا منك يا ويا انا منك ولا مغرى منا ماشي كالك منك اه انا منك يا واي انا منك ولا مغرى منا ماشي كالك منك وانا كل ما اقول الصوت يا ابويا شرني اني المجانين ونعيمه قول بحبه يا ابويا وابوه يقول فجير اه انوار يا مغنى وادي لما غنى عبد الحليم حافظ انا كل ما اقول التوبه هل كان يريد ان يدخل في عداد الطرب الشعبي؟ طبعا كان عاوز هل حس بالظبط الطريقه اللي بيغني بيها؟ هل انت شعرت ان لما بغنى وانا كل ما اقول التوبه عفى اللحن زي ما بيقولوا؟ طبعا عفوا. امال هل الناس نسيتك لما احتجبت فتره؟ لا بالعكس يعني حلوت اكتر. تفتكري انه احمد عدويه اغانيه عاشت لغايه النهارده؟ طبعا عاشت وعايشه وهتعيش معانا وهتفضل ان شاء الله الاجيال واجيال واجيال بدليل ان اطفال يعني انا بستغرب بيغنوا فروتة واناناس على كوبري عباس وفروتة واناناس، طب عايزين ايه اكتر من كده؟ انت بر بعيلتك يا الحمد حمد لله. يعني بتزور كل قرايبك؟ ما دي الميزه الحلوه اللي فيه انك بتزور كل قرايبك وبر بيهم تمام يعني كله. مين الاجمل صوتا، تامر حسني ولا عمرو دياب في نظر احمد عدويه السميع؟ عمرو دياب. عمرو دياب ليه؟ بيتميز بلونه. متميز بلونه. تفتكر انت مين اكتر مغنية من المغنيات اللي بيغنوا على الساحة تحس انها تطرب احمد عدوية قوي؟ سميرة سعيد. سميرة سعيد. و حورية حسن. ياه. امال حورية حسن بتاع زمان. امال كانت بتغني معايا في ارزونا. انا حرية حسن محمد رشدي ابراهيم حمودة في الارزون اول ما فتحت يعني ده غناء الجيل بتاعك. امال لكن انت عطار لكن انت مبسوط من سميرة سعيد الان؟ طبعا بتعجبك في كل اغانيها. امال ايه اللي حفزك انك تعمل او تشترك في سيناريو لحياة احمد عدوية؟ نفس السبب اللي خلى حضرتك تيجي النهارده تعمل حلقه خاصه عنه. نعم. احمد عدويه لما بنتكلم عن تاريخ الفن الشعبي في مصر من بعد جيل عبد المطلب وعبد العزيز محمود ما ظهرش موهبه في تاريخ الفن الشعبي بقيمه احمد عدويه.
وصعوبة أحمد عدوية إن هو ظهر في جيل نجاة وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم وعبد الوهاب، وقدر يثبت نفسه وقدر يحوز على إعجابهم وإن هم يبقوا من المعجبين بيه ويدعوه في حفلاتهم ويدعوه ويشاركوه الغنى. فموهبة فزة في وقته يعني. أنت مقرر تعمل إيه؟ يعني تعمل قصة حياته؟ آه إن شاء الله. بمعنى عمل درامي سينمائي ولا تلفزيون؟ لا تلفزيون إن شاء الله. تلفزيون، وهحاول اعمل طريقه جديده في السرد يعني، انا هستعين بيه في اول الحلقات كده هو نفسه ندردش انا وهو جملتين ثلاثه مدخل للحلقه اللي احنا بنتكلم فيها، وهنناقش بقى اهم المراحل. اختار شخصيه معينه من الفنانين تعمل شخص احمد عدوية يجسد احمد عدوية. اعتقد ان هو ابن محمد عدوية اقرب الناس لي. في نهايه هذه السهره خاصه بيك، عاوزك تقترح عنوان من الثلاثة دول: مغني الحارة المصرية، عدوية زي الفل، أنا تاريخ. أنا تاريخ. يا بنت السلطان حلمك على الغلبان، المية في ايديك وعدوية عطشان. يا بنت السلطان حني على الغلبان، المية في ايديك وعدوية عطشان. على كوبري عباس ماشية وماشية الناس، ماشية تبص عليك يا فرطة ولا ناس. اديني اديني اكتر للمية في ايدك سكر، اديني اديني اكتر للمية في ايدك سكر، اديني اديني.